يا أخي مو هي نفس المرة اللي وافقت عليها أنا؟ مشان الله اطلع وشوف هي، شوف هي، اطلع بهي وشوف هي، التنتين مالهم نفس الشخص. بلا، هاي الصورة كانت صغيرة، هاي أكبر من الصورة بعشرين سنة تقريبا. عيب عليك. لك وين العيب؟ اللي عم تعملوه هو العيب. أنت ما طلبت تتزوج، شرف لسه، شو بدك؟ يا أخي أنا المرة اللي بدي أتزوجها بدي إياها تخدمني ببيتي وامشي معها وجاكر فيها العدو والصديق، شو بدي أعمل فيها هاي؟ يعني ما تواخذني، بدي أروح أشتغل بواب. إذا ودت كتير يا، إذا بدك تتزوج هذا الموجود، وإذا ما بدك السندات معنا، وإذا ما عجبك بدك تدفع السندات اللي عليك بأي طريقة. ما رح أتزوج ولا رح أدفع لكم عندي شيء. لكن هيك شو رح تعمل؟ هيك بدك؟ لك واقف لك يا أمي يا الله لك 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 لك. أوه يلا يلا بلال افتح. شبعت الأكل على أمي. يلا لا تناقشني، الله يوفقك، حطيت لك مربى طبيعي وعسل دمار وجوز، يلا كلهم بقيتوا على قلبك. يلا ما عم تاكل منيح أنت صاير. ألو، إيه باكر؟ قلي أنت شو عم تقول؟ يا ابني هالقارب لألي واللي بيمد إيده عليه بدفنه بأرضه، مين هدول ولاك؟ تمام أنت خليك معهم، ليكني جاي. اللي بلال شو في؟ شو صاير؟ في حدا جاي على القارب وعم يقول بده ياخده، رح روح شوف شو القصة، شو الشغلة السايبة. بلا تخافي بلال، لا تروح لمكان، اوعك انا ما فيني اعيش من دونك ابدا. يا قدر الناس عم ياخذوا رزقنا، تركيني. لا ما بتركك، والله اذا بصير لك شيء انا ما بعرف اعيش من دونك ابدا بلال. قدر عم اقول لك لازم روح، ما في حل تاني، بدي روح فورا. بلال عم تفهمي؟ ما تعمل هيك، بترجع. ليكي اذا ما رجعت ما بتتزوجي قبل ما يمر على موتي 40 يوم، ماشي؟ ايه هي ما بعملها، لا اصلا يعني بستنى، ما ماتت الانسانية بلال. الله يرضى عليكي. اتصل فيني وخبرني، قل لي شو بصير معك بلال. ايه لازم نلاقي حل. خير انتو ليش جايين على القارب تبعي؟ يلا انزلوا بسرعه لتحت. يلا انت هو بلال، القارب صار لنا يا اخي، اطلع لبرا. يلا الحقوا انت الثاني. انت تعال شوف، ما بدي تعال شوف هون، بتفهموا انت وياه؟ تعال اقول لك، تعال بعيونكم شو كلاب. تعال عندي بدي اقول لك كلمتين. هاي اجيت، شو بدك مني؟ طلع لشوف الك ولا الي. القارب باسم ابوك ووقع على هالسند ليوفيني ديونه، ولا فهمت؟ ها مشان شو وقع السندات؟ خليتوه يلعب قمار ما هيك؟ كان رح يتزوج وطلب بنت عجبته من الكتالوج وبعدين تراجع، والعقوبة كانت هالقارب. انت ليش خلفت اولاد؟ ليش تزوجت امي؟ مشان تدعس علينا هيك وتمرق ما؟ انا قلت عنك ابي وسند ظهري فيك، كل شي اشتغلته بطفولتي وشبابي اشتريت فيه هذا القارب وسجلته باسمك. اللي عملته فيني لو عدوي عملوا فيني كنت دعست عليه. شو بدي احكي معك؟ ضميرك ما عذبك ابدا وانت عم توقع السندات؟ ما تواخذني، والله ندمان على الشيء اللي عملته يا ابني، ما تزلني يا بلال. خلص انت تعودت على زل بابا. شو وينها؟ وين المرة اللي جبتها؟ ها؟ شو ليش قاعد هون بالبرد وعم ترجف مثل الشحات؟ انضحك علي يا ابني، انضحك علي. جابوا لي وحدة رجل بالدنيا ورجل بالآخرة بدهم يزوجوني إياها. لكن شو كان رح يصير؟ شو كان رح يصير وانت شو كنت متوقع؟ المرأة اللي رح تحط عليها كل هاي المصاري وتجيبها رح يجي منها خير؟ انت شو كنت مفكر يعني؟ قولك هداك كان باب رزقي، انت بعملتك خربت بيتي، انت قطعت رزق بيتي بتوقيع واحد منك. مو معقول، كيف بدي روح هلأ ودق باب بيتي
وكيف بدي اطلع بوش مرتي؟ وكيف بدي احط قرشين بجيب عرب وزينه بعد هلا؟ لك فهمني كيف بابا؟ والله شو ما قلت ما بلومك يا ابني. يعني والله اذا بتاخذ روحي ما فيني اقول لك شيء ابدا. خلي روحك لإلك وخلي كل شيء لإلك. من يوم يومك بتحط ايدك على جيبة اولادك، هي الحقيقة. انت رجال مستعد تبيع اولادك كرمال بسطك. انت هيك. ومن بعد هلا ما بدي اشوف وشك، وحتى لو متت ما بتجع موتي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.